السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة التاج الذهبي. معكم استشارية التطريز من شركة التاج الذهبي. في الفيديوهات الماضية تعرفنا على خصائص ماكينة الخياطة والتطريز برادار JA001، تعرفنا كيف نركب سحاب، كيف نعمل عروة، وباقي الأشياء اللي فيها الأساسية. في دواسات إضافية للماكينات المنزلية توفر علينا فلوس وبتسهل علينا، بدل ما إحنا نضل نعمل الدرز على ماكينة ونعمل الحبكة على ماكينة ثانية. واحدة من هاي الدواسات اللي هي دواسة الحبكة، وهيك بيكون شكلها. راح نتعرف اليوم كيف راح تشتغل على ماكينة برادار 001. راح تكون معي الحبكة بهالشكل، ونتحكم كثافة الغرزة زي ما بدنا وزي ما احنا بناسبنا. ويلا نبلش بالفيديو. أول شغلة راح نعملها راح نركب الدواسة. طبعا لما بدي أركبها ما بفك بس الدواسة الصغيرة زي لما كنا نركب دواسة السحاب أو أي دواسة ثانية، لا بفكها كلها من هون، حتى القاعدة الأساسية بشيلها. لما بدي أركبها بيهمني الجزء هذا يكون راكب هون على البرغي. قبل ما ابدا اشتغل بدواسه الحبكه لازم اضبط عجله الغرز على غرزه زجزاج، ما بصير اضبطها على غرزه عاديه لانه ما بتشتغل عليها. فانا ضبطيتها هون عندي على الرقم 5، الغرزه الثانيه اللي بالنص. احنا بنقدر نتحكم فيها زي ما بدنا حسب ايش رغبتنا احنا. اول شغله رح نتعلمها كيف يكون القماش. عندي هذا الجزء يلي بقص، عندي الجزء الثاني هون، لازم تدخل القماشة من تحته. طبعا نسحب القماشة هيك لجوه شوي لحد ما تبلش توصل لعند الإبرة مشان نبدأ الحبكة، وبننزل الدواسة وبنبدأ طبعا شوي شوي مشان تعطينا نتيجة أفضل. انا هون مختارة الغرزة تكون كثيفة، راح اخفف الكثافة اقللها، واخترت الغرزة رقم 4 على الماكينة اللي هي كثافتها اقل. هيك صارت عندي القماشة محبوكة جاهزة. هون انا زدت كثافة الغرزة اخترت على رقم 5، وهون لما عملتها على رقم 4 قلت الكثافة حسب انتي شو بدك وشو بتحبي.